تمثل اللهجات العامية بصمات الشعوب الوراثية، وتلخص اللهجة العامية في كل بلد من البلاد العربية تاريخ البلد وبصمته الوراثية التاريخية والحضارية إن صح التعبير. ففي العامية السورية كثير من السريانية والآرامية والتركية وقليل من الفرنسية، وفي اللهجة العامية المصرية كثير من الجذور الفرعونية واليونانية والفرنسية. أما لهجة شمال أفريقيا والمغرب العربي فقد تأثرت بالأمازيغية ألفاظاً أو في نبرات الصوت، ولو دققنا في كلامهم لوجدنا معظمه لغة عربية، ولكن مواضع النبر في مقاطع الكلمة صوتياً يختلف عنها في لهجات المشرق فنحسها غريبة علينا، ولو استمعنا إليها كثيراً لفهمناها بلا ترجمة. وبالطبع أنا لا أقصد باللهجة اللغة المحكية في هذه الأيام لشباب الجيل المعاصر من سن 13 سنة أو سن 20، تلك التي صارت خليطاً منحوتاً من الإنجليزية على أوزان اللغة العربية، ولا أستطيع أن أسميها تعريباً كما حدث حين نقلت العربية عن السريانية والفارسية والهندية واللاتينية في عصر النهضة الأول زمن المأمون، لأن أولئك لم يكن لديهم بدائل في المرحلة الأولى، وحين استقرت العلوم ودرسوها وفاقوها أوجدوا بدائل عربية لتلك المسميات المنحوتة. تحياتي لكل من يتصدى للتغريب، ولا أقصد بالتغريب الحديث بلغة أجنبية خالصة أياً كانت حسب اختيار دارسها. أحترم كل متقن للغة الأجنبية لأن ذلك ضروري للمزيد من العلم والتعامل مع مستجدات العصر، وهي تفتح آفاق المعرفة والثقافة عند متقنها، لكنني هنا أرفض الخلط في الحديث بين اللغة العربية واللغات الأجنبية، وهو ما أسميته التغريب، وأرجو من المتحدث فقط أن يفصل في الحديث بين لغته العربية وبين اللغة التي أتقنها. يعني أرفض مثلا خليك ريلاكس هكذا وما شاكلها من ذلك. الحديث ذو شجون، تدخلنا وتدخلنا في التاريخ والسياسة والاستعمار الحديث وحروب الجيل الرابع إلكترونيا. لا حرمنا الله من ومضات لغتنا المبدعة، قد بتنا بحبنا لها كالقابض على الجمر. تحياتي لكل من يدرك أن لغته تمثل هويته فيعمل على نشر اللغة العربية واحترامها.